الزيداني دخلت عليه الألف واللام، لماذا؟ هو مفرد زيد، مفرد زيد ولا مش زيد؟ زيد. وانت قلت انت زدت عليه زيادة الألف واللام زايدة، لأنه علم والعلم لا. قال لك لا، ولما تني نكر، لما تنيت الأعلام إذا تنيت أو جمعت صارت نكرة، فتحتاج إلى التعريف ولا لا تحتاج إلى تعريف؟ خذ قاعدة، الأعلام إذا تنيت أو جمعت نكرت، شو صارت؟ صارت نكرة. بما أنها صارت نكرة، شو بتقول عليها؟ بتعرفها ولا لا؟ أنت لما يكون معرف شو بتقول عليه زيد، هو هذا معروف، لكن زيدين معش معروف، هذا والله هذا يحتاج إلى تعريف ولا ما يحتاج إلى تعريف؟ وقال هنا عهدية ولا مش عهدية؟ عهدية. لما تقول مثلا جاء الزيداني، لمن بتقولها هذه كلمة زيدان؟ لمن يعرف الزيدين بالذات من أمه،